بوستاس بيد الأكثر انتشاراً في إيطاليا من حيث الاستخدام. أولاً، لا تنتهي صلاحية بوستاس بيد، أي ليس عليك تجديده، حتى وإن تم فقد البيانات يمكنك استرجاعها. ولكن عليك الانتباه بأن كلمة المرور تنتهي صلاحيتها بعد 180 يوم من إنشائها. بمعنى، إذا قمت بتغيير كلمة المرور اليوم من تاريخ اليوم لمدة 180 يوم، كلمة المرور تكون صالحة. ولكن بعد انتهاء المدة يطلب منك إدخال كلمة مرور جديدة، وعليك بتغييرها وتجديد كلمة المرور. أصبح سبيد من الأهمية بمكان يجعل الجميع مطالب بالحصول عليه عن طريق أحد مكاتب البريد أو أونلاين.